بطاطا اللي هي البطاطس طبعا، هما بيسموا الشوام بيسموا البطاطس بطاطا، والبطاطا بيقولوا لها بطاطا حلوه. المقادير بتاعتي نص كيلو بطاطس متقشره ومقطعاها مكعبات، نص حزمه كزبره مفرومه ناعم، نص حزمه للايام دي حزمه الكزبره كبيره، 4 فصوص ثوم كبار، قرن فلفل حراق، نص معلقه كزبره ناشفه، ونص معلقه بابريكا. تاني، نص كيلو بطاطس مقشره متقطعه مكعبات، نص حزمه كزبره ناعمه مفرومه ناعمه كزبره خضراء، 4 فصوص كبار ثوم، قرن فلفل حراق، نص معلقه كزبره ناشفه، ونص معلقه بابريكا. في ناس بتحط لها عصره ليمونه، وفي ناس بتحط لها شطه حمراء كمان. احنا البطاطس بنحمرها في زيت غزير، بتتحمر بطاطس المكعبات في زيت غزير زي البطاطس اللي هناكلها مقليه. بصوا ادي الفراخ عندي هنا اهو، ابتدت تغلي، فانا هعمل ايه؟ الفراخ اللي هي الوصفه الاولانيه، الفراخ على النار اهي ابتدت تغلي مع الكريمه والمستردة وكل المكونات بتاعتها، فانا هشيلها هنقلها في طاجن وهحطها في الفرن. اوكي اهي غليت كويس، هحطها في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. مدام ماجدة. ايوه السلام أيوة. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ميرسي قوي يا حبيبي على الحاجات الحلوه اللي انت بتعمليها. الله يخليكي يا حبيبه قلبي. الله يخليكي. على فكره انا عيد ميلادي النهارده. كل سنه وانت طيبه. اه شفتي بقى بكره عيد الياسين. كل سنه وانت طيبه يا حبيبه قلبي. الله يخليكي، كل سنه وانت طيبه. انا عايزه اعمل بيتزا عشان جوزي كل ما اعملها بتطلع ناشفه مني. من عينيا، هقول لك بيتزا حلوه جدا جدا تعمليها ان شاء الله، من عينيا الاثنين. هنعمل دلوقتي البطاطس بتاعتنا، احنا هنحمر قلنا البطاطس بتاعتنا المكعبات هنحمرها في زيت غزير، خلاص؟ هنيجي بقى نعمل ايه؟ هجيب الثوم، بسم الله الرحمن الرحيم. في شوية زيت زيتون، أصفره. في ناس ما بتحطلهاش كزبرة ناشفة، بتعملها بالكزبرة الخضراء بس. وفي ناس بتحط لها كزبرة خضراء، وزي ما قلنا في ناس بتحط لها عصرة ليمونة. آدي رشة الكزبرة. فلفل الحراق، اخلي الثوم يصفر شويه بس ما يتحمرش، وبعد كده نص حزمه الكزبره الخضراء. خدوا بالكم ان الكزبره بتكش وبتسود لو قعدت كتير على النار، فبرضو اخد بالي من النقطه دي كده اهو. هروح بقى ايه عامله ايه، هحط الكزبره برده تقليبه على النار، وارجع البطاطس تاني. تتقلب، دي اكله صيامي طبعا، حلوه جدا، وبتتقدم برده كصنف مقبلات لو عايزين، من الاكلات المشهوره قوي في بيروت. يبقى احنا حمرنا البطاطس الاول. لو انت بقى عايزه تقللي السعرات وتقللي الزيت، اسلقي البطاطس ما تحمريهاش، بس هي طبعا اصولها انها تتحمر، بس احنا ممكن نسلق البطاطس 3/4 سلق. ليه؟ لان انا لما اجي اسلق البطاطس تبقى مستويه قوي واقلبها التقليبه دي هلاقيها اتهرت مني. خلاص، لو هتحطي ليمون يبقى عصره الليمون بتتحط في الاخر مع البابريكا. ادي البابريكا، نص معلقه البابريكا، ولو هتحطي شطه برده هتتحط في الوقت ده مع الفابريكا. هي كده اهو، وبعدين بجيبها بتتغرف. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مدام ناديه. الو، ازيك يا احلى شيء في الدنيا. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله يا قمر. سالتك قبل كده على الفاصوليا السوداء. وعملتها لي الحمراء ما قلتليش. لا، عملت لك السلطه الاسبوع اللي فات، انت اللي ما اتفرجتيش علينا. لا ما كانش فيه، كان في كوره. لا لا لا، الكوره بتيجي على الحياه اتنين مش عندنا. ما عندناش كوره، انت اللي ما اتفرجتيش علينا. انا عملت لك سلطه الاسبوع اللي فات تحفه بالفاصوليا. والله هقولها لك تاني النهارده، اعيدها لك السلطه النهارده من عينيا الاثنين. ايه، انا دلوقتي برش شويه زنانين من الكزبره الخضراء كجارنش كده، ويبقى طعم الكزبره النيه مع الكزبره المتحمره، وبقدمها صنف حلو جدا جدا، وينفع صنف صيامي.